قادة ومسؤولون من 54 دولة تقاطروا على العاصمة الاثيوبية لحضور قمة الاتحاد الافريقي. القمة الحالية ستركز على عدة محاور لعل ابرزها الارهاب متمثلا بهجمات المسلحين في منطقة الساحل اضافة الى جماعة بوكو حرام التي نفذت العديد من العمليات الدامية في منطقة بحيرة تشاد وقد دعا رئيس الدورة الحالية لتوحيد جهود الدول الاعضاء في مكافحة ما وصفه بافة الارهاب. بات الارهاب افه كبرى وتحديا في اجزاء كثيره من افريقيا تؤثر سلبا على سلم شعوبنا وامنها هذه الظاهره الشريره تهدد بتبديد المكاسب التي جنيناها من دمج قارتنا وتنميتها التحدي الذي يواجهنا جميعا هو توحيد جهودنا لمحاربه الارهاب ودحره بكل اشكاله الوضع في جنوب السودان كان هو الآخر حاضراً على جدول أعمال المؤتمرين إذ انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان مون الرئيس سيلفا كير ونائب الرئيس السابق رياك مشار اللذين اتهمهما بالفشل في احترام مهل تشكيل حكومة انتقالية نص عليها اتفاق السلام الموقع في آب الماضي أنا قلق على وجه الخصوص من فشل القادة في جنوب السودان من جديد في الالتزام بالموعد المحدد لتشكيل حكومة انتقالية بدلا من التمتع بثمار الاستقلال، تحمل الشعب اكثر من سنتين من معاناه لا يمكن تصورها. الازمه السياسيه التي تعصف ببوروندي القت بظلالها ايضا على القمه، فرغم تاييد الامين العام للامم المتحده لاقتراح ارسال قوه لحفظ السلام، اثارت الفكره تحفظات لدى رؤساء دول الاتحاد. مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي كان قد اقر مبدا نشر القوه، الا انه لم يتوصل الى اجماع بهذا الشان الذي تعارضه السلطات البورونديه بشده. حقوق الانسان كانت ايضا من محاور اللقاء حيث اكد امين وعام الامم المتحده على وجه الخصوص اهميه حقوق المراه في القاره السمراء انا مسرور لانكم قررتم هذا العام التركيز على حقوق الانسان لاسيما حقوق المراه لا بد من حقوق الانسان لتحقيق السلام والامن ومحاربه التطرف العنيف وكذلك للترويج للتنميه المستدامه ينبغي ان تتمكن النساء من المشاركه الكامله في حياه المجتمع ومن ضمنها اعلى مراتب هيكل الدوله ومجال محادثات السلام لقد انتهى عصر الاقصاء المجتمعون اتفقوا على تعيين الرئيس التشادى ادريس ديبي رئيسا دوريا للاتحاد ودعا ديبي الذي يرى مراقبون انه بات شخصيه يكاد لا يمكن الاستغناء عنها في مكافحه المسلحين دعا نظراءه الى وضع حد للازمات التي تصف بالقاره